هذا ده أركانه. اقرأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إلى قوله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. المد. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم. أعمالكم كما قلت. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم
اقرأ من أول سورة نوح إلى قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر الله العظيم. ثم
الميم مشدده حكمها اظهار الغن. اني اعلنت المد الجائز المنفصل لهم واسررت لهم واسررت الاظهار الشفوي. كم حرفا للاظهار الشفوي؟ باقي الحروف العجائيه بعد الباء والميم. اسرارا اسرارا المد العوض. بارك الله فيك.